المشاهدين داخل استوديو الحياه مع فقره التحليل التحكيمي مع الكابتن رضا البلتاجي. مشرفنا كابتن النهارده. اهلا بك يا مسيف. ازي حضرتك؟ الله يخليك. كله تمام؟ والله بخير الحمد لله. تعليق حضرتك على الاحداث النهارده، يعني تصريحات الحاج محمود الشامي على اللجنه، كابتن احمد الشناوي تولى اللجنه في وجود مجموعه من اللجنه القديمه موجوده معاه، شايف حضرتك المشهد ازاي؟ يعني نبارك احمد الشناوي زميل وحكم دولي كبير واسم، وهو مش غريب على اللجنه، يعني ان شاء الله يكون اضافه كويسه للجنه. هو طبعا كان مسؤول عن جزء التثقيفي للحكام. اتفضل يا كابتن. سمع موسيقى حلوه. لا اتفضل، ان شاء الله دلوقتي هتتفي. بس انا ليه يعني ملاحظه على كلام الحاج محمود، بيقول لك وجيه باقي مفيش حاجه ثبتت عليه. يعني ايه اللي ما اعرفش كلمه غريبه، يعني مش لا هو ممكن يعني يقصد بيها ان هو اتهامات كتير قوي الفتره اللي فاتت الحقيقه لكابتن وجيه ومجموعه من اللجنه، ودايما وتصريحات ومكالمات وقصص، فهو عايز يقول ان يعني لحد دلوقتي ما شفناش او ما فيش حاجه يعني تدين الراجل كل احترام طبعا لكابتن وجيه احمد. يعني خلاص خلينا يعني اتفق معك، واسبق العكس اسبقك، يعني وجيه هو شال اعباء اللجنه كلها على كتفه. يعني وبعدين وجيه ما تفرقش معاك سواء كان رئيس لجنه او عضو او نائب، هو بيقوم بال ومعاه عزم حق دجاج الامان، يعني بيقوم بالعبء الاكبر من اعمال اللجنه الفنيه، او سواء فنيا او تعيينات محاضرات معسكرات، لا عليهم شغل كبير جدا. يعني مش سهل ان انت تكون بتتعامل مع 1900 حكم وعندك فوق ال 25 منطقه على مستوى الجمهوريه، مشاكل كتير قوي 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 مش قادر اقول لك على دي. يعني مجهود خارق بيبذل، يعني طبعا زي ما انت قلت الكلام اللي اتردد في الفتره السابقه دي. يعني ما مسش حد من اللجنه حاجه، واحنا كنا يعني كل فرقعه كده، يعني ما شفناش حاجه تدين لوجيه ولا حد من اسره التحكيم. واعتقد اسلوب التحكيم يعني ابيض، يعني كابتن سيف، لكن انا مش يعني اخطاء الحكام مش هتتبدل. يعني انا ما عاقبش رئيس لجنه لما حكم اخفق في ركله جزاء او انذار غلط او تسلل خاطئ او حاجه زي كده. طلعت عليه الحقيقه السكاكين بشكل قوي جدا كابتن وجيه، يعني مجرد ما مسك اللجنه الدنيا قامت ما عادتش. عذره الحقيقه انا يعني. انا مش عذره، انا مشفق على وجيه حقيقه، يعني وجيه تلقى في اسبوع واحد بس من الصدمات ما لم يتلقاه على مدار 30 سنه وهو حكم وهو عضو لجنه. يعني وحظه سيء برضه ان في بعض الماتشات كان فيها اخطاء غير مقصوده. والاخطاء مست الجميع، يعني ادير واستفاد منها سواء الاهلي او الزمالك او الفرق الصغيره، وان كانت برضو الضرر يعني اصاب الفرق الاصغر اكتر. لكن في حسنيه كابتن سيف، ما فيش تحمل، ما فيش حاجه بينزل يقول بقول يا رب تعزني، يعني في العاب انا حقيقه بعض بصوره مره واثنين وثلاثه واربعه، فما بالك بالحكم المطلوب منه هو ياخذ قرار في جزء من الثانيه وما عندوش فرصه للتراجع. يعني درجات التقاضي مرحله اولى وثانيه وثالثه واستئناف واستشكال ونقض وحاجات، الحكم خلاص صفاره وطلعت طلقه وطلعت، صعب ان هو تراجع فيها. رايه طلعت خلاص. هيا كابتن، يعني بس شفنا برضو حالات، يعني كابتن امين عمر موقف نادي المستقبل ونادي النصر شيء الحقيقه صعب. يعني هحكي لحضرتك قصه بالتفصيل، بس نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع كابتن رضا البلتاجي.